مشاهدي الكرام، اول اجراء بيتم مع الطالب هنا بعد ما بيسجل على منظومه الاكاديميه العسكريه المصريه، بيجي هنا على بوابه 4 وبيدخل على شباك من الشبابيك الموجوده هنا داخل مكتب التنسيق، بيتم تسليم الملف واجراء اختبار المقاس والطول. هنعرف النهارده من الطلبه ايه اللي تم معاهم. صباح الخير. صباح النور. نتعرف عليك. عمرو خالد احمد. منين يا عمرو؟ حافظ السواق. اهلا بيك. علم ولا ادبي؟ علم علوم. جايب كام مجموع؟ 94%. بسم الله ما شاء الله. جالك ايه بره؟ طب اسيوط. عاوز هنا تاخد طب قطب مسلحه؟ قول لي انت ايه الاجراء اللي تم معاك اول ما جيت هنا على بوابه 4؟ اديتهم البطاقه وادوني الملف. تمام. طول وزن بس. كان طولك وزنك كام؟ 190 سنتي. تمام. ووزني 87 كيلو. بسم الله ما شاء الله. قول لي بقى، خدت الملف والاجراءات وعرفت ايه اللي بيتم؟ تمام. هتختبر سمان دلوقتي. طب يلا بالتوفيق ان شاء الله. انا بشكرك. العفو. على مشاهدينا، احنا لسه منتظرين برضه، هنشوف طالب اخر ايه اللي تم معاه النهارده. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتعرف عليك. زياد حمدي فاروق يا فندم. ازيك يا زياد؟ الحمد لله يا فندم. تمام. مين يا زياد؟ محافظة البحيرة يا فندم. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك يا فندم. جايب ايه؟ كم مجموع؟ 89% يا فندم. ادب ولا علم؟ علم يا فندم. معلوم ولا رياضة؟ معلوم يا فندم. علم علوم. ناوي على طب ان شاء الله؟ طب عسكري ان شاء الله يا فندم. قول لي اول اجراء ما جيت هنا على بوابة 4 واول حاجة تمت معاك النهاردة. الحمد لله يا فندم، بلغونا ازاي هنسحب الملف وازاي نتعامل مع المنفذ، ودخلنا تمام والامور تمام وعدينا والحمد لله، سحبنا الملف وكله تمام يا فندم. طول وزن؟ طول وزن يا فندم. كام طولك وزن؟ طولي 185 يا فندم، ووزني 79.5 حضرتك. كويس. مثال تدخل بقى على السمات ان شاء الله يا فندم. يلا على خير ان شاء الله، بالتوفيق. انا بشكرك. الله يكرمك يا فندم. الله يخليك يا فندم.